حصل ان احنا بنفطر لقينا الاهالي بتجري بتقول ان في حريقه في الكنيسه. طبعا سيبنا الفطار وكل اهالي شبرا اتجمعوا واللي كان معاه طفايه جابها وطلع لحد ما جت عربيه مطافي واستغاثنا جت عربات ثانيه وابتدينا نطفي. اول عربيه بعد في خمس دقائق عايز ان ظهرنا المطافي. لا لا مفيش اصابات ولا اي حاجه ولا مفيش اصابات. احنا كنا قاعدين بنفطر في البيت الحمد لله لقينا الناس كلها بتجري سيبنا طبعا الفطار ونزلنا لقينا طبعا في كنيسه بتحرق كلنا وقفنا مره واحده كده والحمد لله وجت المطافي وصلنا طبعا ساعات النائب وصل هابي طماوي ونزل رئيس الحي والحمد لله شبر خير الحمد لله وحاجه صغيره الحمد لله الله اعلم لسه مش عارفين حاجه لسه دي حاجه واحده لا لا الحمد لله